نيجي واخدين خط أفقي تاني. هنسمي السيجنال بتاعتي دي الايفن. الايفن بيساوي ايه يا جماعه؟ الايفن القانون بتاعه اكس تي زائد اكس اوف ماينس تي على الاثنين. طيب يلا يعني هجمع اول رسمه مع تاني رسمه ونقسم الارتفاع على كام؟ على الاثنين. طيب الطريقه دي فعاله في الشرح ولا لا؟ يعني فاهمين من الطريقه دي كويس؟ What is happening? Okay. فاهمين فاهمين. طيب الحمد لله. شرحك تمام باشمهندس، كمل. تسلم، زي الفل. عايزين نشوف الكفاءة بتاعت الموضوع الأونلاين ده، نفس كفاءة الورق العادي ولا مختلفة؟ أقل. طيب. والله كنا ما أدري. يعني. عشان ما جربتش. زين شرحك أنا شايفه. حبيبي، طب نشوف بدور ودناء. لا أقل أقل. ها؟ نفس الشرح العادي أقل. ولا لا؟ أقل؟ لا. إيه. أقل بوايد؟ وايد. يلا الحمد لله أنا فيه. والله ما أدري، أنا ما شفت شرحك العادي فما أقدر أحكم صراحة. احسن من بلاش يلا. طيب الايفن ازاي نحسبه؟ نقول كده الايفن بتاع سيجنال اكس تي هو عباره عن الاكس تي زائد اكس اوف ماينس تي تقسيم 2. يبقى نجمع التو سيجنالز اللي فوق ونقسم الارتفاع على 2. نقول اوكي ممتاز. يلا اول سيجنال فوق هنمشي، لما تيجي تجمع تبدا تشتغل فتره فتره خلاص. طيب نبدا اول فتره على اليسار. هتقول لي بص انت عندك هنا في خط كده اهو صح، وتحتي الرسمه تحتيها فيها خط اهو. شلون اجمع الخطين على بعض؟ تاخد البدايه مع البدايه والنهايه مع النهايه خلاص. طب البدايه الارتفاع ماينس 1، هنا البدايه الارتفاع كام؟ الارتفاع كام هنا؟ ماينس 2. غلط، الارتفاع صفر. تمام، يبقى ارتفاع ماينس 1 زائد ارتفاع صفر يديني كام؟ ارتفاع ماينس 1. يبقى هنا في البدايه هيكون ارتفاع ماينس 1. طيب نشوف نقطه النهايه، نقطه النهايه الارتفاع صفر وهنا الارتفاع كام؟ 1. 0 زائد 1 ب 1، يبقى ارتفاع هنا 1. اجي موصل النقطتين ببعض كده تمام. طيب نشوف الفتره اللي بعدها. الفتره اللي بعدها هتقول لي هنا في خط كده اهو، وهنا في خط هنا كده. الخط اللي فوق ليفل ارتفاع 1 واللي تحت ارتفاع 2. 1 زائد 2 بكام؟ ب 3. يبقى هنا هيكون الارتفاع كام؟ 3. اجي موصل النقطتين ببعض. هنعملها باللون الثاني. يبقى الارتفاع هنا هيكون 3 تمام، فنجي موصل ايه؟ ليفل 3. يبقى نجي موصلين دي كده تمام. طب نشوف الفترة اللي بعدها. الفترة اللي بعديها هنا الارتفاع 2 وهنا الارتفاع 1. 2 زائد 1 ب 3، يبقى هكمل بارتفاع 3 اهو للآخر. طيب نوصل بقى ايه؟ لآخر نقطة. آخر فترة عندك هنا في خط تحت كده اهو، وهنا في خط تحت اهو صح؟ نجمع الخطين على بعض. باخد البداية، بداية الخط ده الارتفاع 1، بداية الخط ده الارتفاع 0 تمام؟ 1 زائد 0 ب1، يبقى الارتفاع هنا هيبقى 1، يبقى انزل الارتفاع 1 تحت. نهاية الفترة هنا الارتفاع 0، هنا الارتفاع ماينس 1. 0 زائد ماينس 1 يديني كام؟ ماينس 1، يبقى نهاية الفترة ماينس 1. أجي موصل النقطتين ببعض كده تمام؟ بعد كده اسكر المثلث. البارت الاخير هنا nothing nothing يعني يديني زيرو. اوكي بس خلصنا كده ايه، طلعنا رسمه الايفن. بس ما تنساش بعد ما تطلع رسمه الايفن تمام تقسم الارتفاعات على 2، يعني ماينس 1 تقسم على 2، هنا 1 تقسم على 2، 3 على 2، 3 على 2، 1 على 2، ماينس 1 على 2. ليه قسمت الارتفاعات على 2؟ عشان القانون فيه 2 في المقام. بنفس الطريقة هعملها عشان ارسم الاود. طيب يلا عايزين نرسم الاود، هنعمل ايه؟ نجي نرسم كده الرسمة ونقول الاود بيساوي اكس تي ناقص اكس ماينس تي على 2. يعني اول رسمتين هنطرحهم من بعض، هنشتغل فترة فترة.
الخطة الأولى هنا قلنا في خطة وهنا في خطين. بداية الخط الارتفاع ماينس واحد هنا صفر. ماينس واحد ناقص صفر يدينا كام؟ يدينا ماينس واحد. يبقى في البداية ماينس واحد. النهاية هنا نهاية الخط ده صفر ونهاية الخط ده واحد. صفر ناقص واحد ماينس واحد يبقى ماينس واحد، يبقى موصل نقطتين ببعض. الفترة اللي بعديها ليفل، الليفل ده ارتفاعه كام؟ ارتفاع واحد، والليفل ده ارتفاعه اثنين. تمام، الليفل ده ارتفاعه اثنين واللي فوق واحد. واحد ناقص اثنين بكام؟ بماينس واحد، يبقى اكمل ارتفاع ماينس واحد. طب الصوت كده واضح؟ ايه هو واضح بس يروح ويرد. بيروح ويرد، هو ماشي في الهواء كده يعني بيضيع. الصوت بيمشي في الهواء لغايه لما يوصل لكم. تمام، فبيضيع في الطريق. طيب ما نسمع. صوت واضح كده؟ الو 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 الو. ايه واضح مهندس. طيب الحمد لله. الفترة اللي بعد كده الارتفاع هنا اتنين، والارتفاع هنا كام؟ الارتفاع هنا اتنين والارتفاع هنا واحد. فاتنين ناقص واحد يديني كام؟ واحد. يبقى الفترة دي هيديك الارتفاع فيها واحد. واحد يعني كده. الرسمة راحت. راحتش الحمد لله. واحد يعني ايه؟ يعني فوق كده. نشوف الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة هنا أنت عندك هنا في لاين هنا وهنا في لاين. ناخد البداية مع البداية والنهاية مع النهاية. البداية هنا الارتفاع كام؟ واحد. هنا الارتفاع هنا صفر. واحد ناقص صفر يديني واحد. نهاية الفترة الارتفاع هنا صفر، الارتفاع هنا ماينس واحد. صفر ماينس واحد ده صفر ماينس ماينس واحد، يطلع الناتج موجب واحد. يبقى هنا واحد موصل نقطتين واحد. بس كده مسكر الرسم. إذا الرسمة بتاعتي الأود بارت طلع عبارة عن إيه؟ طلع عبارة عن مربعين. المربعين دول مربع فوق على اليمين ومربع تحت على اليسار. بس كده إحنا اتعلمنا إزاي أي رسمة يديها لك ترسم لها الإيفن والأود. خلاص؟ طيب نرجع مرة تانية. ترى ما نسمع ولا شيء مهندس. والله طيب بصوا انا هفصل السيشن واعمل سيشن من جديد. ماشي، يعني هفصل ونتصل. اذا انت لابس مايك حاول انك تقطه وتتكلم سبيكر يمكن يكون اوضح. انا فعلا الحين بتكلم بالسبيكر. شلت المايك. جرب تلبس مايك. ما انا كنت لابس مايك الاول وبعد كده ايه بتكلم بالسبيكر. لحظه اتكلم بالمايك. سمعني كده يا جماعة؟ لا كلش ما نسمع. رديت ازاي؟ سمعني كده؟ من جديد.